سيرتو لك يلاه بعد دروب شيبينغ كافي. دروب شيبينغ تقدر دير به 1 مليون دولار 2 مليون دولار انت وجهتك. دروب تبارك الله قال لي انت يلاه بدا تفرج في اللايف ديال لي لايف ولي بوست ديال ياسر وزيز وشد من عنده الفكره. قال لي هكا قال لي وراني ديك الساعه جبد لي لابليكاسيون ديال ادسنس وراني الريفاني ديالو. الله بدا دابا 3 شهور راه كي ضربت تبارك الله 8000 درهم في الشهر تبارك الله. هاي 3 شهور ولا 4 شهور ودابا هي غاده له مزيان. الفكره هو انه شد 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 مشي تريغنوم بالنسبه للتاكسيس وهذا مصيبه. وراه الا 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 زقلتي غير واحد دولار واحد تيتسجل عليك التهرب الضريبي وكتحاكم في المحكمه ولا حطيتي رجلك في يو اس كيهزوك البوليس نيشان الحبس. البرودوي ديالك باش تربح بزاف ولا الدروب شيبينغ كافي باش تمشي بعيد خويا. ماشي ضروري دير البرودوي ديالك باش هذا سيرتو لك يلاه بعد الدروب شيبينغ كافي. دروب شيبينغ تقدر دير به 1 مليون دولار 2 مليون دولار انت وجهتك. دروب شيبينغ لانه سهل باش تبدا. ممكن دابا انا اليوم ما عندي حتى شي برودوي يمكن اليوم في الليل كون جبت برودوي حطيته كيتباع وبديت كنجيب الصيص. بغيتي دير البرودوي ديالك فيها ما هي وما لونها خصك باش تجي بعد ليدي ديال البرودوي وخصك تكون فهمتي تكون كرياتيف شي باش تحل شي مشكل يعني برودوي ماشي غير اجي ودير برودوي وبدا تبيع فيه. وبالتالي انت كدير دروب شيبينغ باش كتستغل الدراسه اللي داروها ديجا الناس داروا دي برودوي بداو خدامين فيهم كتمشي انت كتخدم فهمتي لان العجله كدور ما تحتاجش انت تجيب وحده جديده تقاد تطور فيها من الزيرو. هذا ما كان. اما دروب شيبينغ باش تبدا داغي ومن بعد ملي تلقى شي وينين بروداكت بغيتي كاع تمشي بعيد. هادشي اللي باغي ندير انا هاد الايامات على دابا راه كندير واحد البيرو واحد نوريك الشركات وكذا ومسائل. التليفون كيسوني ليا اللايف كيتقطع. كتلقى ديجا الناس ديجا خدامين ديجا بادين في عندهم دي برودوي. قلت لك بالنسبه للبراندينغ كتلقى ديجا شي برودوي خدام ماشي ضروري تختار شي واحد. تلقى برودوي خدام وتيستي ويخدم لك مزيان تقدر تضرب فيه ديك 5 كاف في النهار حتى 10 كاف في النهار راه يكفي انك تجمع به واحد راس المال وتمشي. الا بان لك ان داك البرودوي مازال انه يخدم لك المده طويله واحد العام عامين العام على الاقل مازال انك تقدر تبيع فيه كتمشي كتمشي لتشاينا علي بابا كتشوف شي مانيفاكتور وكتعطيه كتعطيه البرودوي كتقول له هذا البرودوي بغيتك تصنعو ليا ودير لي سميه ديالي تما وصافي وراك كتبراندي مع راسك وكتخدم. هذا احسن حل من بعد هذه نيكست تايم من بعد الدروب شيبينغ. البلادي قال لك جبها فلوس بلا زواج اخويا سير على الله. الزواج زينه صاحبي خليك تجمع راسك تجمع فلوس دير عقلك تقدر تدخل بكري افتي تسع ديال الليل مع المدام المهم كتولي منظم. حمزه العيدي قال لك شنو سميت الشركه اللي حلات لي كومباني في واش. بالنسبه للشركه اللي حلات لي كومباني في واش ما حتاش من الاحسن ما نقولهاش لكم لان بحال اللي نصبت عليا قالوا لي غادي نديرو لك كونت بونكير ونفتحوا لك ومسائل وكذا. المهم بقاو عليا بشي هادي خصك هادي خصك هادي ونتقامت عليا بشي خلصت لهم شي 2000 دولار في التوتال. وفي الاخر ملي النهار بعدا قالوا لي راه جانا واحد القرار من لا بانك انهم منعوا عنا نفتحوا لي كونت بانكير مازال خصك تجي لهنايا فهمتي وما كيرجعوا لك لا فلوس لا والو. انا في الاول تقت ومن بعد وليت شفت واحد جوج دراري داروا لهم نفس الديكور في الاول يعني موراي انا ولا واد المهم قال لهم راه نفتح لكم كونت ات انتوما وهذا. وفي الاخر عاوتاني قالوا لهم داروا لهم نفس اللعبه ولا دراري تاكدت بانهم صبوا عليا وعاد كيغليو بزاف. اما من الاحسن تقلب على شي وحده اخرى راه كاين ماي يو اس كومباني كاين الله ما عرفت كاين بزاف كيفتحوا ب 500 دولار 400 دولار فتح بها الكومباني ديالك من الاحسن. اما لا تيتك ديالي غتخلص 2000 دولار ويتنصب كاين هانيه. الدري اللي شدك في طنجة البارح وي يوغا ميشا واحد الدري البارح كنت في طنجة يلا غادي نتحرك غنزل لتطوان وي وقف عليا واحد الدري تبارك الله قال لي انت يلا بدا تفرج في اللايف ديال لي لايف ولي بوست ديال ياسر وزيز وشد من عنده الفكره. قال لي هكا قال لي وراني ديك الساعه جبد لي لابليكاسيون ديال ادسنس وراني الريفاني ديالو. الله بدا دابا 3 شهور
راه كي ضربت تبارك الله 8000 درهم في الشهر تبارك الله، راه 3 شهور ولا 4 شهور ودابا هي غاده له مزيان. الفكره هو انه شد 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 داكشي اللي قال ياسر ومشى بقى تيقلب على شي نيتش موضر في شي دوله موضره اللي ما كيفكرش انا نلقى واحد نيتش في ديك الدوله، راه وراني داكشي وقع واحد نيتش داك الدوله ما عليهاش كاع المنافسه، وبدا خدام راه من الشهر الاول بقات غادا عنده تقاليه طاله، مشى جاب كود سورس اللي قالها دار السميه ديال داك النيتش داك اللعيبه وبدا خدام. هذا هو هذه هي الخدمه اللي خصها تكون. هو دابا تبارك الله كيضرب 8 الشهر اللي فات وراني 8000 درهم في الشهر اللي فات وهي غاده هكا الدراري يخدموا. بالنسبه اللي باغيين يبداو ريسكين دابا المصيبه اش كيديروا؟ كيمشي كيجبد لك كيشد داكشي اللي كيتقال في لي لايف وكيطبقوا حرفيا وما كيحاول يبدع ولو شويه الابداع ما كتلقاش. كيمشي كيولي يخدم على جونس لينيتش اللي كاينين هنا في المغرب، كيمشي على البلاي ستور في المغرب وكيشوف الناس شنو خدامنا كيبقى يدير كوبي كولي. لا صاحبي متبقاش كاع تمشي تقلب داك انت في بالك بلاي ستور، سير جيب شي حاجه ما كايناش في البلاي ستور، ملي تلقاها قلب لقيتها في بلاي ستور ما تخدمش عليها، ما لقيتهاش في بلاي ستور رمي كون انت الاول. راه كاين عرفتي شحال من دوله كاينه على هذا الكوكب اصاحبي، راه كاين الناس كيخدموا في الفلبين ماليزيا تشاينا اليابان فيما العالم كامل كله راه نيتشات والسي بي سي، راه كاين شي دول اللي تحقرهم انت وكيكون عندهم سي بي سي طالع. واكبر دليل على هاد الهضره السيد كنت تلاقيتو الشهر اللي فات درت انا وياه القهوه كيبيع واحد البرودوي واحد الثمن طالع في واحد الدوله اللي انا عامين وانا خدام ما عمرني تخيلت ان ديك الدوله تكون كتشري، وكيشريو بالجهد وما كيديرش كاع الاتس بزاف والناس كيشريو الدول كامل. دابا ما تحقر حتى شي وحده راه تخدم فيما خدمتي غادي يجيب الله التيسير. كيستيون بايونير كيفاش نشارجيها؟ بايونير خويا باش تشارجيها يا اما صيفط لك شي شركه شي تكون خدام شي شركه كيخلصوا بايونير، اولا شي واحد عنده سولد في بايونير ويبيعوا لك تعطيه الدرهم ويعطيك بايونير ولا تعطيه باي بال ويعطيك بايونير. قول لنا كيفاش درتي كونت ديال سترايب؟ كونت ديال سترايب غنقول لكم كيفاش درتو. خدمت سترايب ولكن دابا راه ما بقيتش خدام به، راه وقفوا لي وما كنصح حتى شي واحد يدير بالطريقه اللي درت انا. المهم غنقول لكم كيفاش فتحت شركه في يو اس، عندك الاي اي ان كتمشي كتفتح كونت عادي كتدخل الاي اي ان اللي كيقول لك دير لي الاس اس ان كدير لهم 000. هضرت مع السيبور قلت لهم انا راه مغربي وما عنديش الاس اس ان ولكن عندي كومباني في يو اس عندي ال ال سي وعندي الاي اي ان ديالها. قال لي صافي ماشي مشكل غادي تمشي غادي تفتح تحط الاي اي ان بلاصتو وبلاص الاس اس ان غادي تحط 0000 وتفتح كونت. كدوز شي 4 ايام قبل ما يخلصوك اول بايمو كيقولوا لك صيفطنا التصويره ديال الباسبور ديالك ولا البيرمي، كتمشي كتسكانيه تما ولا غير بالويب كام ديال البي سي كتسكانيه وصافي كترميه ليهم وصافي راه كتبدا تخلص. المشكل فين؟ المشكل هو ان ضروري خصك كونت بونكير تما في يو اس. البايونير ما خداماش، انا كنت لينكيتو مع بايونير وصلوني دي بايمون ولكن من بعد شنو طرا؟ جاو تشارج باكس ديسبيتس. سترايب شنو كيدير؟ واخا عندك انت السولد واخا تكون عندك 100 كا في داك الاكونت ديالك سترايب اش كيديروا لك؟ تيقول لك هذيك الترانزاكشن اللي جات اللي تخلصتي وديجا صيفطنا لك، مثلا دابا شي واحد شرا من عندك السيمانه اللي فاتت توصلاتك وجات الفلوس لسترايب وسترايب صيفط لك البايمنت فيها هذيك الخلصه ديال هذاك خونا. من بعد ما توصلتي حتى بالفلوس كيجي داك خونا كيدير ديسبيت ما كيرجعولوش من السولد ديال 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 اللي عندك في سترايب، كيرجعوا له في السولد اللي عند تيقول لك نفس الترانزاكشن اي دي هذيك الترانزاكشن اللي تبغيناها ترجع هي اللي كترجع، فهمت؟ يولي يجروها لك. السلام عليكم شاف عز دينجا لقيتيني اصوني ديلي جوج مرات صافي تقطع لنا اللايف اصاحبي اصوني قول لي واش ندير اللايف بعدا عاد وليت صوني ومرة جاية بقا تسول خلينا نكملو واحد قسمين ونتحرك الله غطفينا المازوت كيخسر كيدير انا ليسونس وكنخليهم مشاعر المهم من بعد هذا ما كان الوغ ضروري ما خاص من هذه من ناحيه خاص ضروري من كونت بونكير في يو اس باش تولي انت دير تشارج باكس وترجع الفلوس الريفاند ياك. من ناحيه اخرى شنو هو اللي هي الكارثه الكبرى؟ ما هذا ما كنعتبروش انه مشكل كبير. المشكل الكبير فينا هو من اللي في التاكسس
راه مصيبه. انا دابا راه دابا راه السيزون باش ديكلاري بتاكسز هي دابا، وراه باش ديكلاري بتاكسز هو انك خصك ديكلاري داكشي اللي اللي دخلتي لنا سترايب دي ديجا كيديكلاري بك انك دخلتي بيمنتس كيديكلاري عند ار اي اف اس، وخصك انت تمشي عاوتاني ديكلاري. مصيبه هو انك دابا المهم بزاف د الروينه وضروري ما غادي تخطر، لانه انت اصلا كدير غير دروب شيبين ما عندكش فاكتورات باش لانه بما ان خصك ديكلاري داكشي اللي دخلتي، وخصك ديكلاري عاوتاني انك راه فاكتورات راه شريتي سلعه فهمتي دوك الخسائر ديالك باش باش كتخلص تاكسز. المهم بزاف ديال التخربيق انا براسي دابا لحد الان مازال ما عارفهمش كاملين، بزاف التخربيق خصك تمشي تريغلون بالنسبه للتاكسز، وهذا مصيبه. وراه الا 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 زقلتي غير واحد الدولار واحد تيتسجل عليك التهرب الضريبي وكتحاكم في المحكمه، ولا حطيتي رجلك في يو اس كيهزوك البوليس نيشان الحبس. ها مصيبه. اوكي وراه كاتبنها هذيك النهار كنت قلتها، دابا ملي وصلوني اوراق الشركه وصلتني واحد البرا من الاي اس ديال الضرائب في تاكسز في يو اس، من قالوا لي راه هذاك اللي كيتهرب من دولار واحد ما خلصوش كيتعاقب فحالو كفحال هذاك اللي مخلص مهرب من 100 مليون دولار. كتفرج فيا هذا المهم. هذا ما كان الخوت، وغنعاودو شي لايف قريبا ان شاء الله. دابا خصنا نمشيو. المهم ساعتكم سعيده الخوت، وسمحوا لنا بغينا غير نشوفوكم توحشناكم وقلنا نديرو هاد اللايف. قد ضحك عليا انت. يلاه الخوت ساعتكم سعيده، الله يحفظكم.